وهي هذه المفاجأة؟ هو كرنفال يتضمن جوائز ويتضمن مسابقات، ومسابقات الأجمل فتاة والأجمل شاب والأجمل طفل. يعني هذا الحفل والكرنفال راح يكون طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. جوائز مقدمة من قناة النهار عراق لكل عوائلنا راح يشاركون ويانا بهذا الكرنفال من على حدائق ومطعم البستان العائلي، بالإضافة إلى شنو راح يتخلل؟ راح يتخلل مسابقات وأيضا جوائز، ويتخلل كثير من الأمور اللي تحبها العائلة العراقية. راح تكونين موجودة بالكرنفال؟ بالضبط، ووعد من عندك أيضا تكون موجود. راح أكون موجود بس ما راح أقول سياقتك قوية. لا تقول سياقتك قوية. أوكي قوي. راح أرجعك. ها أي أوكي، إذا هي شي قوية جوائزنا المقدمة لكم من قناة النهار عراق للحفل والكرنفال راح يقام على مطعم وحدائق البستان العائلي طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.